أولاً وكعذر دارن هي وتلميذ يسمع الأساتذة وأرضيون مشايخ ليس مقشين هي نبي وفديا عليه الصلاة والسلام بلال وآذام جري مركا الحمد لله أسبابتين وينور دم يسرن تهي إلهي وحنك الرجين هنا إنه روح ذا إنه وقفوا أركان تو وانسق جرن هنا يواين معلم كيل له الحمد لله الشيخ إني بإله إنه كاني سبحانه وتعالى وسفر دار الناس وقالي أرضي ذي بعيد نفر ذا والدين تبان ينفسح كسو قاضني تنظيم كي وقاسو وإن لون نداميو همزة الوزل وصل أيو إلى هاي الشيخ ألمس النوغر دقي جزاه الله خيرا حقيقة شيخني شيخ إسماعيل رحمة الله عليه وحؤاد الشيخ شيخ عمر أغشوكا من هاي دورة إنه قسم برعادة يرميش ميدانك لكن انتقل إلى رحمة ربه لكن وحنا هذا وقفر أحسن هاي نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل شيخ ألمس إنه ماشي سيقى لي قريوين كي أمري جرين وعلى غاربا إن شاء الله تعالى. تكلوا ولا ليال ونوح علماء ذي بعند لما يسوي ركيا لنا عمل كان كتاب كبخاري جاه يا كتاب كيس وحكم باللهي رحمة الله عليه باب بدء الوحي ثم ذكر الحديث هذا نوح الشيء إنما الأعمال بالنيات فقه البخاري في بابه كل شاقة إنه فهم سين دونا وحيد أهل العلماء ومركي ظاهر كلا في ريو حديثك إيا بابك وحبضا ظاهرك كما دحيو أصوي هذا نقع إذا سماشا يتهل فقه البخاري في بابه وحيكا دقان تهب أهل العلماء إن للحديث أنوار وأسرار وبركات لا يعطى إلا لما صدق نيته حديثك أنوار با كود حجرتا أسرار با كود حجرتا بركات با كود حجرا إلهي وحسين قفك نية ديسو حقاك سنتهن نية ذا الله إنه حقاكي وحقفكو أفكا وكردها قول بالدها حبنها وحا لغا سميانا فعل بالدها لبضا ملكا لسكو درانا عمل بالدها عمل كان النية هو قامين إيسا إنما الأعمال بالنيات مركن النية أولا النية ذا أنكو فريسان هي إخلاص استخلاص إن النقطة ومد اللوبة هي هي وي إخلاص كو علماء بركا يصور ريان وامحي وتصفية العمل عن ملاحظة المخلوق يعني عمل كان القمان يسمى مخلوق يونون الأفكو يالنين أما وحالة نهاية وعلمة ويدهين لكل حي مراد ولكل حي من مراد وحركة إلى المراد وحو البابا يعني الشيء والبابا دقاقة مراد بوله يحركوه قاليه مركا وحين علمه موضوع علمه واسم للعمل عمل كيبه أذيقيا من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم بركو قفكو أول نهرت النية ذو وحكو دقيسين هايو إن النية العمل النقطو وقفكو يعني صد حذن قرآن كمحور كو ريغ هايو أما آيادها محور كو ريغ هايان انت بذن نبي وحالي استمع لما يوحى دقيسي ووحي وعلمك قادوي فعلم أنه لا إله إلا الله نبي هذا نوحى اتبع ما يوحى إليك وحي قراع وعمل كيوي بلغ ما أنزل إليك وحل وقوس ودجين دفك سي قارسي وقارسين تيوي marka la soo ururiyo af Soomaali waxay noqon dhageyso oo ku dhaqan oo la dhaqaaq dhageyso oo ku dhaqan oo hadana la dhaqaaq waxa dhageysatay la dhaqaaq oo dadka si gaarsi weey marka waxyiga xadiiska nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ee ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta aanu fadhino qiimatu majalis bi qiimatu madhkur qiimatu sifa bi qiimatu mawsuuf sifada sharafta mawsuufku u leeyahay bay sifaduna yeelata يعني ما أنت شرف وين وحين أقول فلان أنا نصب شيء جني حديث كنبيك علوم تقولنا أصلين كيو هذا جساس هذا الشيخ مصطفى يعني دامد بركاتي علوم هذه هربة أي نور شيء جهين علوم تو علوم اللسانية يا جرتوا علوم عقرب كقفك كده سيسا أو يعني سيد التجويد فوكلا كتاب كي له يبو هذا جيا نحوها هي صرف يقول لبضة بحديث كي كتاب كي يبو هذا جيا علوم الوقف والابتداء يظن عقرب ك يظن علوم ذو علوم الكتابية ما يدنا جرتوا يعني رسم المصاحف أي اللي كتاب قرآن كمرك يسود ده هي وأنا اللي قرأ هي وأنا اللي دقيسن هي مرك القرآن الكاسي مردم بعلوم مرك اللي وقف بقى قرآن كو إنه يعني تذكى عجائم تدينه عجمت إنه وحكون أحد رسلان أي علوم الضبط هي والنقد بها هذا نتمد
إن قرآن كيل حركة يو مرفوع يو مجرور يو منصوب يعني سيدا اللوغو كلا إلا تدخدي كلا مبتدها أدقودي يبو منبا وحدي مبتدها أدقودي مبتدها أدقودي النسبها خبر كآد سارتي ملحون كالأخري أمكو وذا مغليا مركا علومتي سيدا الله إلا ليو أي مركا ضبدي بي هذا نوع علومة يكو سميين علوم المعاني با أيضنا سيدا سوكلا وكتاب كيلها أيضنا أذيقيس ومعاجمتي مفرداتكي كتاب كيلها اللوغو برنها يو بيان كي علوم البيان والبديع والبلاغة دي أيا كم إذا علوم الرواية أيا أيضنا كم إذا هو يعني سانيد يعني سيدي كبرى وقف وقاضن لها يعني قراءات السبعة وكليه سيدي وكلي سانيد الكبرى وكليه شيخ إن شاء الله تعالى علوم هذا ينقى قاضن ده علوم الرواية هي علوم الدراية أيا كم إذا رواية دوام حي وسند كي الله شيخ وكي هذا شيخ إنه أغرنه يوي دراية دوام حي وأحكام ده كده حجرته وي هذا حسن يهي هذا صحيح يهي هذا ضعيف يهي هذا عالي يهي هذا نازل يهي هذا مشهور يهي هذا متواتر يهي هذا يهي مركا ناسخ هذا يهي هذا منسوخ يهي انت وان شاء الله تعالى علوم الروايه هي دراينا شيخين انه قادن هنا مركا والله المقصود هو حويانون علوم كتابك الى يا حديثك وحو الى هي كتلمامي تسالهان مثل ما بعثني الله به يا نبي قول هي مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث تسالهن ان لا سميو يعني القران كميله بدن بد كو اركيسا مثل الذي استوقد النار مثل الذي ينعق بما لا يسمع مثل الكلب الذي يلهث مثل الذباب مثل العنكبوت مثل الشجره الطيبه وشجره الخبيثه مثل الماء النازل من السماء مثل الرماد الذي اشتدت به الريح مثل المشكاة التي فيها مصباح مثل العبد الذي لا يقدر وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون او ما يعقل وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون مرك النبي عليه الصلاه والسلام تصالها وحو سمينا يوام حي روبا لو تري وجه الشبه كدح يوام حي وحي القران الى افر با حق سركتي ماذا وحي وحق سرا يكي ماذا روب كنا حق سرا يكي ماذا بركات وحق سرا يكتي ماذا سيدوك الولا ليال يعني بركاتكم حق هدايتنا حق سرايا كيمانيسا مركو وحي قوام محي يعني محار روبك اللو قد تشبيهنا يا روبك الله بس فأيولا ولبا غيثك يا مطركو واسكو من ماها مطركو مر لوبا هاي هاي يا مر ان لوبا هاني لبدا بوي مادا لكن غيثكو مركا لوبا هاي هاي بوي مادا مركا دينتو نوام محي واتمر والبلوبا هاي هاي وي وحا غيث با لو قد المامي غيثكو الله بس فأيولا هاي أولا دولكي أيون نذيفين هيا وحي وسخذ هاي ولنبو كقاذية كدمنا وحل وحي في عناية دولك كجرى ولنبو سوا سعرية دين تنواسي ذا سوا كله وحل وحي حمابي كان نذيفين شركي شهواتك شبهاتك شكي حقدك كبرك حسدك وحل وحي ولنبو كان نذيفين إيسا قلبك إيمان إيا إخلاص إيا يقين بيكوكو بير إيسا واسدو الشيخ نوشيك إيه إنه إن شاء الله تعالى إلا ما دام حديثك النبي إنه نحفر إنه وإنه دعر بحضورنا إن شاء الله سماها قبيالتي وحي قرون خايرن وين كوالا دار بحي دونا مركا ولا ليال هذا الكيان سي ديرينن وحويان المقصود ان شاء الله تعالى مدى سد يارن سؤال الشيخ سعيد احمد خان رحمه الله عليه وعلمه وين كمدا ايا سيدنا وكلا حفلت بوغا هلاي وحوري انتينا هذا ماشي فديدا بوري ما كفكرتين يعني مقالدا عقاقاركين هذا مقالدا هرقيسا مهرادا بضن باي نوها ريريسن إن الدين توا يقعدوا ومسائل كان إنه آخر سنة إنه حديث كان آخر سنة إنه ضد كأكل إن يقعدوا يسوق جذبته وفعل لازم إن نغنين فعل متعدد يهو أفر مفعول قادن هيا إنه نغن أرمل له فهم إن شاء الله أما صدح مفعول بقادن هيا إلا هو صدح مفعول قادن ما جرته إن إنه نغن بولا لي المدان إن اللي قدون هيا ومد النبي قالوا إن هاي حديث كشيخه حديث كشيخ هذا إنه أغرنا الرحمون يرحمهم الرحمن حديث المسلسل بالأولية أما حديث المسلسل بالرحمة أها يا الدليل ولا ليال رحمة إن نقول نغنو إلهي بوحو له كتب على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة وربك الغني ذو الرحمة فقل ربكم ذو رحمة واسعة ومد رحمة هو لربا إن يعني النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية دي سي عن حنبار ألف لام ميم راء إلهي بوحو له كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور تذكر شركك يا شهواتك يا شبهاتك يا قبيلة دينك صارتو نور الإيمان أدو صارتو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس
أنبياءك خلق قوم كودا يا لودر هي ولا عادنا خام هودا ولا ثمود خام صالحا ولا مدين خام شعيبا ولودا إذ قال لقومه إبراهيم إذ قال لقومه ولقد أرسلنا موسى أن يخرج قومك من الظلمات ورسولا إلى بني إسرائيل ولقد أرسلنا رسولنا تدرى يعني نبي قوم بلودر هي لكن نبي قال إنه قوم ما هين كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عام عالم كلهم الأحمر والأسود بالنبي الله صادر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا وضمير مفصل ومن اتبعني عدف عليه العادف والمعضوف من حروف يعني وحيقول سنة سواء عموم ومن من حروف العموم والاشتراك كل من قال لا إله إلا الله رئيسا كان أو مرؤوسا حاكما كان أو محكوما عربا كان أو عجبا إماما كان أو ماموما سابقا كان أو لاحقا كل من قال لا إله إلا الله مسؤول عن الدين ويسأل يوم القيامة أمام رب العالمين مرك مسؤولية دائنا قدرنا بلغوا عني ولو آية بلغوا وأمروا وي والأمر يقتضي الوجوب عني وتشريف نبي محمد بادبوس كيسة تاغنتهاي ولو آية وتخفيف لغو ما أتكينن إن الدين تانا دادك سيقارسين إن شاء الله شيخ الباني ما تشكيل كوغا بحياة شيخ يعني وحال تبليغ تشكيل لغوة وإسلام عادل لغوة أيوة توفيق الله نوافجه سو ديار من إن شاء الله هل سنين بحمد